حصل لنا دلوقتي؟ هنتحول لخشب. خشب؟ أوه، بقينا خشب، بس ده معناه إننا هنموت. لا طبعاً مش معناه إننا هنموت. ياه، هعيش. آه، بس ده هيتوقف على نوع الدهن، زيتي ولا مائي؟ أنا مش فاهم حاجة. هنعيش؟ ما وعدكش، لأننا هندهن بدهان زيتي. وعرفت منين؟ أنت مش شامم. لوني بقى بهتان، وأنا كمان لوني صفر. اطلب إسعاف الخشب بسرعة. ياه، كل يوم أتبقع. استنى 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 استنى، مش قلتلك استنى؟ اتدهنا كتير، بس مش هو ده التوفير. ولسه هندهن تاني. ما تستعجلش، انت لسه شفت حاجة. انت بتكح. امال احنا نعمل ايه؟ الدهان ده ايه؟ ما بيحميش من الشمس ولا من المطر. ما بيحميش من البكتيريا ولا الفطريات كمان. ما كنتش مصدق ان الدهان ده هيقضي علينا بسرعة كده. هو مفيش حل؟ طبعا في حل، بس مش موجود في مصر. ايه الحل؟ سمعت من ابن عمنا قبلكاش اللي عايش بره ان في دهان باساس مائي. دهان مائي؟ قصدك اكوادور؟ ياه، تعرفه؟ اعرفه طبعا، وسمعت ان اكوادور دلوقتي في مصر. لو كنا اتدهنا بيه. يا ريت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اكوادور للاخشاب الداخليه، وكمان اكوادور للاخشاب الخارجيه. معقول؟ اتدهنت من غير ما تختفي الثمره. انا لسه بتنفس. بحبك يا اكوادور. لوني زي ما هو من يوم ما اتدهنت باكوادور. الحمد لله ما اصفرتش. مش قلتلك اكوادور مقاوم للاصفرار؟ يا السلام عليك يا اكوادور، مقاوم للسخونه. ياه، وكمان مقاوم للبقع. اتزحلق براحتك يا عم. صدقني مش هتحتاج لكل ده، اكوادور صديق للبيئه. اكوادور مهما بدهن بيه دايما ثمرتي بتبان، لان اكوادور شفاف. مع اكوادور قدرت اتحمل اشعه الشمس والمطر والرعد والبرق وكل العوامل الجويه. مع اكوادور مفيش بكتيريا ولا فطريات. اكوادور سهل الصيانه والتنظيف، وبيقلل المصاريف، بيرجع شبابي. كل ما الوقت يمر تظهر قيمتك يا اكوادور. سكيب من البدايه معاك.